طيب وفاكم ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمن من لجا والتجا إليكم يا أبواب الرحمة وسفن النجاة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء يا مسلوب العمامة والرداء يا أبا الشهداء يا غريب كربلاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. في بداية حديثنا هذه الليلة أيها الأحبة لابد أن نرفع أحر التعازي والمواساة إلى أهلنا وأحبتنا في الكويت الحبيبة الذين فجعوا في هذا اليوم بحادث غاشم راح ضحيته 25 رجلا بين شاب وكبير شهداء صائمين مصلين في أفضل الأيام في أفضل الشهور في أفضل الأوقات في أفضل الفرائض في أفضل الأماكن اختارهم الله سبحانه وتعالى إلى كرامته وهبهم هذه الكرامة
التي يختار الله سبحانه وتعالى أهلها إليها. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته وأن يتغشاهم بمغفرته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يرد كيد كل من يعادي محمد وآل محمد وشيعة محمد وآل محمد في نحره، وأن يرينا الله سبحانه وتعالى ذلهم وتشتت شملهم وما يرضيه سبحانه فيهم. حديثنا هذه الليلة يدور حول الزواج، وعنوانه الزواج ما هو؟ قد يكون العنوان عنوان يثير تساؤل، لأن الزواج شيء معروف، فأنت لما تقول الزواج ما هو فأنت تطلب تعريف الذي هو منكشف الذي لا يحتاج إلى كشف، كأنك تطلب كشف ما لا يحتاج إلى كشف. مثل لما تقول لي النور ما هو، أقول لك هو النور هو الضوء. إنزين الضوء هو ماذا؟ هو النور. السالفة متعلقة ببعضها. كذلك الزواج، الزواج واضح إلى حد أنه لما أقول ما هو يصير الأمر واضح، هو علاقة بين الرجل والمرأة في رضا الله سبحانه وتعالى. ولكن المطلوب اللي إن شاء الله راح يكون الحديث فيه هو الزواج كيف يكون سعيدا، الزواج الحقيقي، الزواج الحقيقي الذي هو طبق زواج علي وفاطمة وزواج رسول الله صلى الله عليه وآله والسيدة خديجة سلام الله عليها صاحبة هذه الليلة، التي فعلا كانت مثال إلى الزوجة الصالحة، وبذلك استحقت أن تكون عمد من أعمدة الدين الذي قام عليه هذا الدين. أخلاق الرسول، سيف علي، وأموال خديجة. فإذن أيها الأحبة، نحن راح نأخذه نتعلمه في هذه الليلة والليلة القادمة، هو أننا كيف نصنع وكيف نتحصل على زواج من طبق هذه الأنواع من الزيجات، كيف يكون زواجنا زواج إلهي، علاقتنا الزوجية علاقة إلهية سعيدة جميلة رائعة خفيفة تجعل أطرافها يعيشون مرتاحين في أفضل الأحوال. هذا اللي راح نتكلم فيه هذه الليلة. الإسلام حث بشكل كبير على التزويج، وجعل الثواب المرتبط بالتزويج ثواب عظيم، الثواب المرتبط بالتزويج ثواب عظيم، ومنع من الرغبة عن التزويج، يعني الابتعاد عن التزويج. لذلك الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الزواج سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني، يعني أنا بريء من عنده، هذا أمر أنا أرغب فيه، أنا أقوم به، وهذا سنة من سنني، ومن يرغب عن هذه السنة يعني يبتعد عنها أو يعني يزهد فيها فهو ليس مني. دائما ما بني، بعد حديث ثاني، ما بني بناء في الإسلام عند الله سبحانه وتعالى أفضل من التزويج. فلذلك احنا نشوف ان الإسلام يحث على التزويج بشكل كبير. طبعا في ناحية عقلية في الجانب، شلون؟ لأن الله سبحانه وتعالى أودع فينا حين خلقنا وهو أعلم
بنا معرفة بنا، أودع فينا هذه الغرائز، هذه الطاقة التي تسمى الطاقة الجنسية، غريزة الجنسية، ميل الإنسان إلى الجنس الثاني، ولم يجعل طريقا إلى إشباع هذه الغريزة إلا الزواج. ماكو عندنا طريق ثاني، ماكو عندنا طريق ثاني يشبع حاجة الإنسان ورغبة الإنسان وغرائز الإنسان الجنسية إلا الزواج. وطبعا إذا ما جعل إلا هذا الطريق فبلا شك لابد أن يدفع أتباعه ويدفع من يؤمنون به إلى القيام، إلى أن يتزوجوا. زين، إضافة إلى ذلك، الآن إذا أنت خليت لي بس هذا الطريق الوحيد إلى إشباع حاجة الجنسية، طبعا مو من بالشكل، مو شيء طبيعي وعقلائي أنك تخلي هذا الطريق صعب، يعني تودع. تودع في هذه الطاقة الكبيرة ولا تجعل طريقا لإشباعها إلا هذا الطريق، ثم تجعله صعبا. هذا الأمر ما يتوافق ويا العقل. لذلك الإسلام جعل طريق التزويج سهل جدا جدا جدا، طريق التزويج سهل جدا جدا جدا. إلى أي مستوى سهل؟ إلى مستوى أنه أمر المهر وأمر الصداقة الذي يعتبر هو الهم الكبير والعائق الكبير أمام أي واحد يريد أن يتزوج، خففه وخففه وخففه إلى شكل كبير. إلى أي مستوى؟ في صدر الإسلام، بينما الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم جالس يخطب في مسجده، تقوم أحد النساء وتقول: يا رسول الله زوجني. طبعا لما احنا لازم نقرأ أي رواية لازم نحيط بها، يعني نقرأها بشكل واقعي. لما مرأة تطلب الزواج أمام الملأ من عند الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذه وصلت إلى مرحلة تحتاج فيها إلى الزواج بشكل كبير، فقالت: يا رسول الله زوجني. التفت الرسول إلى المؤمنين والمسلمين: من يتزوج هذه المرأة؟ قام واحد قال له: أنا أتزوجها يا رسول الله. قال له: ما عندك من الصداق تبذله لها؟ قال: لا، ما عندي شيء، لا أملك شيء يا رسول الله، أنا فقير. قال له: اجلس. قامت المرأة مرة ثانية: يا رسول الله زوجني. فالتفت الرسول: من يتزوج فلانة؟ قام نفس الرجل: أنا أتزوجها يا رسول الله. فقال له: ما عندك من الصداق؟ قال: ما عندي شيء. قال له: أتحفظ قل هو الله أحد؟ قال: نعم أحفظها. ثلاث آيات أحفظها. قال: إذن زوجت فلان من فلان على أن يعلمها قل هو الله أحد. انتهى، صارت زوجته، يأخذها إلى بيته. إلى هذا المستوى، أن لما أقول الزواج سهل إلى هذا المستوى. إنزين، الآن هذا كلام لما أنا أطرحه يجون إلي الشباب مال هذه الأيام ويقولون إلي هذا الكلام، طبعا مو بس الشباب، هم كذلك الكبار، ويقولون لي هذا الكلام اللي أنت تقوله هذا كلام روايات ويعتبر نوع من المثالية الكبيرة، وهذا مو موجود. ولما يقول إلي مو موجود أقول له: شنه الدليل؟ يقول: الآن تعال انظر شنه اللي يحتاجه الشاب عشان يتزوج، فأنظر وإذا به يحتاج إلى أن يبذل ويبذل 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 لكي يحصل على زوجة. وإحنا مغافلين عن نقطة،
أنه كلما صعب الزواج سهلت المعصية، كلما صعب الزواج سهلت المعصية، وكلما صعب هذا الطريق بروح هو ما كله الطريق هذا، فإذا سد أو صار المخرج إليه كلش صعب، فراح ينفتح الباب الثاني، راح ينفتح باب المعصية. ومن ينفتح باب المعصية بعدين إغلاقه يصير صعب، الرجوع من المعصية إلى الصلاح صعب، خصوصا في كل ما يتعلق بالأمور الجنسية بالنسبة للإنسان، إذا وصل إلى مرحلة عادة، إذا وصل إلى مرحلة طابع، إذا وصل إلى مرحلة أنه ما يقدر خلاص هذا الأمر تأصل فيه، صار الأمر المتغير أفضل بالنسبة إليه من الأمر الثابت، تفهموني وش أقصد؟ فهذا يصير عنده أمر صعب. إنزين شو الحل؟ الحل هو اللي دائما احنا نطرحه كإسلاميين، وانا راح اتكلم من ليلة وباكر في الزواج كله من ناحية إسلامية، احنا نطرح الحل انه اجعل الامر سهل كما سهله الاسلام، اجعل الامر سهل كما سهله الاسلام، وهذا الامر الذي هو سهل وسهله الإسلام لا تحسبون أنه بما أنه سهل كل شيء حصل عليه بسهولة يروح بسهولة، لا، عندنا قوانين وعندنا معايير ومقاييس يمشي عليها الزواج، وهذا اللي راح نطرحه في هذا اليوم والغد إن شاء الله. إنزين، فإحنا وصلنا إلى نتيجة الزواج هو سهل جدا، والكلام في المهور الآن في هذه الأيام كلام في يعتبر في الرتوش، لأن المشكلة هي الأيام أيها الأحبة، مو مشكلة مهر، المشكلة بما هو أبعد من المهر. كان سابقا قضية إن غلاء المهور وشلون الواحد يحصل هذه الألف دينار بشكل كبير، أما الآن لا، حصول على 1000 دينار شيء بسيط، حصول على هذا المهر شيء بسيط ممكن الواحد يحصل عليه، لكن الرتوش الثانية هي الصعبة، الصالة وما شابه من هي الأمور والألبسة وما شابه اللي تخلي الزواج صعب، وهذه ما لها دخل بالإسلام، ما لها دخل، ما لها دخل، ولابد أنه مصير موجودة في مجتمعاتنا. افرح يعني أيها الأحبة، تتوقعون علي وفاطمة ما فرحوا في زواجهم؟ لأن من نطرح هذا الأمر يجي الكلام ليلة في العمر، ولازم نستانس في هذه الليلة. زين، ليلة في العمر إذا احنا وصلنا إلى مرحلة الإسراف فيها، أنت تفرح، مطلوب منك أنك تفرح، لكن إذا وصلت إلى مرحلة الإسراف صارت هذه الليلة وبالا عليك، أنت قاعد تعصي الله في أول ليلة من حياتك الزوجية، لأنك أنت قاعد تصرف في شيء مو ما إليه مردود، يعتبر حتى العمل عمل سفهي. الآن الأمور غالية في كل مكان وإلخ إلخ، هذا الأمر أنا ما أقتنع فيه، ليش؟ لأن يجي لي واحد فعلا يدفع 6,000-7,000 دينار حق يتزوج، وأعرف ناس 3,000 دينار زوجتهم واستانسوا وسووا كل شيء بعد. زين ليش هذه 3,000 الثانية أخو مو مبلغ صغير، هي 3,000 عشان نحن ساكتين عنه وغاضين البصر، هذه 3,000 إذا كانت موجودة عند هذا الشاب اصرفوها فيما يخصكم أنتم كزوجين، روحوا سافروا فيها، عدلوا شقتكم، اشتروا سامان لشقتكم ما شابه، أحسن من أنك أنت تصرفها في شيء ما إليه مردود، ما إليه مردود، أنت قاعد تصرفها في لا شيء، وممكن ما أخذنها دين أحسن، أو ما أخذنها قرض من البنك ويضل يدفع في 5,000 هذه أو 6,000 هذه القرض طول عمره، ليلة واحدة يفرح وطول عمره زعلان، وينعكس هذا على الحياة الزوجية، وينعكس هذا على الحياة الزوجية. تعالوا إلى رؤيتنا إحنا، تعالوا إلى رؤيتنا إحنا، طبعا نركز على أمر آخر، أن الشاب اللي يجي يعرض عن الزواج بهذه الدواعي، يجي لي واحد يقول لي 250 دينار راتبي
شلون تباني الزواج؟ شلون تباني الزواج؟ أقول له يا حبيبي أنت ترزق روحك، أنت ترزق روحك، أمر الرزق بيدك أنت، أمر الرزق بيد من؟ والله سبحانه وتعالى هو اللي يرزق. والله سبحانه وتعالى يقول من ترك التزويج مخافة العيلة فويش قد أساء الظن بي. أساء الظن بي، أنت قاعد تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى لما تترك التزويج بهذه الأعذار، بهذه الأعذار. فالأمر عند الله، الرزق من عند الله، والله تكفل. التمسوا الرزق بالنكاح، خذوهم فقراء يغنيكم الله من فضله. قد يكون باب رزقك أنت مغلق لأن الله يعطيك على قدك، أنت 250 تناسبك لأنك أنت بروحك. لكن لما يجي معك زوجة يرزقك لرزقها، يعطيك لأجلها، يجي ولد يأتيك رزقه، يجي الولد الثاني يأتيك رزقه، الثالث يأتيك رزقه، لأن الله سبحانه وتعالى ما فتح فمن إلا وتكفل بإطعامه. فإذا لا أحد يعتمد على مثل هذا الكلام. طبعا حتى لو فلسفة، حتى لو جلي شاب وفلسف لي القضية وإلى أخ إلى أخ، وما هذا الكلام أنا ما يقنعني أبدا أبدا. اللي يقنعني هو أنك أنت توثق بالله سبحانه وتعالى وتتقدم. وأنا كما لاحظت وأكيد أنتم لاحظتون بعد أن كثير من الناس كانوا حياتهم مقترة عليهم فيها رزقهم، حينما تزوجوا انفتحت لهم أبواب الرزق، وانفتحت لهم أبواب الرزق بشكل واسع. فإذا لا تترك التزويج مخافة العيلة أو مخافة الصرف أو مخافة الله. وإذا أردت أنك تتزوج فتزوج على الأسس اللي راح نذكرها. أنا طبعا كنت لازم أخلي هذه في 5 دقائق، لكن طال الحديث صار الحين ربع ساعة نتكلم بس في الجانب هذا. خلونا نروح على التزويج أو الزواج. ما هو الزواج أيها الأحبة؟ رقم 1 هو اختيار واعي من الطرفين. يعني وش اختيار واعي من الطرفين؟ يعني أنه أمر يقدم عليه الإنسان بكامل قواه وقراراته، يقرره بكامل تعقله باختياره. زين، شو تريد من وراء هذا الكلام؟ اللي أريده أنه لا يجي واحد عقب ما يختار اختيار خاطئ، مو على الأساس الصحيح، مو على المقاييس الصحيحة، مو على المعايير الصحيحة، وإذا عاش الشقاء من وراء هذا الاختيار يجي يقول إليك قسمة ونصيب، شو أسوي؟ هذا نصيبي. والزواج مثل الأمر الغائب عنك، أنت بعد هذا نصيبك، هذا جزء، هذا نصيبي، شو أسوي؟ أنا أقول إليه غلط هذا الكلام. الزواج مو قسمة ونصيب، الزواج لا قسمة ولا ضرب ولا طرح ولا جمع، هذه المعادلات كلها موجودة. الزواج اختيار واعي. شنو دليلي على أنه الزواج اختيار واعي؟ كثير من الروايات اللي تحدد إلي مقاييس اختيار الزوجة ومقاييس اختيار الزوج. ليش عندي روايات تتكلم عن اختيار الزوجة واختيار الزوج وتخلي إلي مقاييس معينة؟ ليش؟ لأنه يجي تقول إليك اختار صح، اختار بشكل صحيح. ولما ما تختار بشكل صحيح، مو على طبق هذه المقاييس، فأنت اللي اخترت اختيار خاطئ، أنت اللي جلبت النار إلى نفسك، أنت اللي اخترت الشقاء. أما اللي أنا أطلبه واللي أتكلم فيه، طبعا مو أنا كشخص كإسلامي، اللي أتكلم فيه أنه عندي في الإسلام جانب واسع من تحديد مقاييس كثيرة على أساسها يختار الزوج وتختار الزوجة. وهذه إذا تم التغافل عنها، إذا الشاب راح والله وتغافل عن هذه المقاييس اللي راح أتكلم عنها واختار اختيار غير صحيح، غير طبق هذه المقاييس، وبعدين صار عنده بشكل طبيعي يعني مقدمات فاسدة، راح تطلع نتائج فاسدة.
صار عنده شقاء في حياته الزوجية، من المسؤول؟ مو القضاء والقدر هو المسؤول. طبعا تكلمنا في ليلة القضاء والقدر وقلنا أنه كل واحد يقدر يتحكم في قضائه وقدره. مو القضاء والقدر هو المسؤول، أنت المسؤول، أنت ما اخترت اختيار واعي، أنت ما اخترت اختيار صحيح. فإذا الزواج هو اختيار واعي بين من الزوج لزوجته ومن الزوجة إلى زوجها. اثنين، الزواج صداقة جديدة بين شخصين يحترم كل منهما الآخر، المفروض أن يكون بذلك. أنت لما تتزوج ومخلي في بالك أن الأمر أنا أتزوج لأمر معين، للمنام فقط، أنا أتزوج فقط لإشباع رغبتي، اللي يفكر بهي الطريقة أيها الأحبة هذا تفكير بهيمي. ليش؟ لأن الزواج أبعد وأوسع من ذلك. الزواج لما أقول صداقة جديدة يعني أنت جاي تأخذ واحد تتعرف عليه، توك متعرف عليه، فتتعرف على كل شيء، مثل ما تتعرف على صديقك الجديد أول مرة تتعرف عليه، كل شيء تحب تعرف عنه، مو بس تأخذه وتأخذ مصلحة منه، لا. وإذا صار بهي الطريقة، وإذا صار بهذه الطريقة، انعدم الاحترام بينهما، ابتدأ أول شرخ في الحياة الزوجية. ومن يبتدي أول شرخ في الحياة الزوجية يكبر 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 لما يستوعب الحياة الزوجية كامل فتنكسر. فإذا الزواج علاقة صداقة جديدة قائمة على احترام كل طرف إلى الآخر، هذا اثنين. ثلاثة، أن الزواج قائم على المشاركة في الرأي في كل شيء، وشركة الزواج قائم على المشورة. أنا لما أتزوج الأخ ماخذنها وموجودة في البيت، هذه كيان، إنسان له عقل له تفكير، نعم عنده، لأنهم يفكرون بالفصل الأيسر أزيد أو الفصل الأيمن أزيد، عنده مداخل كثيرة تتحكم فيها العاطفة، لكن هذا الكيان له حق أن يبدي رأيه في حياتك الزوجية، له حق المرأة وهم كذلك الرجل، كلا منهما له الحق في أن يكون معطيا مدليا برأيه في الحياة الزوجية في كل شيء. لما تصادفني أي شيء في حياتي أرجع إلى هذه المرأة، إذا كان أمر يتعلق بعائلتي أرجع إلى هذه الحرمة، أرجع إلى هذه الزوجة وأخذ رأيها. زي ممكن واحد يجي يقول لي زي هذا كلامك يا سيدنا يخالف كلام أمير المؤمنين عليه السلام، أي كلام؟ أمير المؤمنين مو يقول شاوروهن وخالفوهن، مو كذي؟ قال أمير المؤمنين لو ما قال؟ لا قال، لكن احنا ما فهمنا الكلام صح. قال شاوروهن وخالفوهن، بس احنا رحنا الى خالفوهن ما رحنا الى شاوروهن. شلون يعني؟ يعني في كل الاحوال سواء اردت ان تاخذ برايها ام لا تاخذ برايها عليك ان تشاورها. هذا معنى الكلام، هذا معنى كلام امير المؤمنين، يعني انك مطلوب من عندك ان تشاورها، شاورتها أخذت برأيها، بعدين لأنك أنت القيم، أنت اللي عندك القيمومة، تأخذ بالرأي أو لا تأخذ بالرأي أم راجع إليك. ولكن إن أنا ما أشاورها من أساس لأنها النساء كذا ناقصات عقل ودين والنساء كذا هذا كلام حقيقي مو صحيح. عندنا من النساء من هن في رجاحة عقلهن كثير يساوون كثير من الرجال. سيدة فاطمة الزهراء، أنا خلنا المشكلة ما أجيب لها أمثلة بأمير المؤمنين فاطمة الزهراء عليه السلام، وهذا باب يفتح لي، لأنه واحد بيجي يقول ليك فاطمة أنت شو تكلم، أنت منو عندنا مثل فاطمة؟ أنا أقول على الحالة، أتكلم عن الحالة. الحالة أن أمير المؤمنين كان يرجع إلى فاطمة ويشاورها، فعلا راجحة العاقل، ولكن هو كزوج
قاعد يشاور زوجته. أمير المؤمنين وهو لا يحتاج أصلاً للمشورة سواء من عن فاطمة أو من غير فاطمة، لأنه كامل العقل، ولكنه يرجع إلى زوجته، يرجع إلى زوجته ويشاورها، لأن بهذه الطريقة تقوم علاقة زوجية صحيحة، علاقة زوجية سعيدة. فإذن هذا الرواية، هذا الحديث، شاوروهن وخالفوهن، نظرتها إيجابية مو نظرة سلبية، مو واحد يجي يتمسك فيها عشان ما أكلمها وعشان ما أخذ برأيها، لا، أنا أتمسك فيها على أساس أنك تأخذ برأيها. النظر الصحيح إليها أنه شاورها، خذ برأيها، وممكن تفتح لك باب أنت كنت غافل عنه. فالزواج مشاركة في الآراء، مشاركة في كل شيء مو بس في الآراء. ما نحتاج إحنا إلى زواج فرعوني، ما نحتاج إلى زواج فرعوني، مثل ما فرعون وسيدة آسيا بنت مزاحم سلام الله عليها، هذه المرأة الجليلة وهذا الزوج الفرعوني. إحنا ما نبي هذا المثال يتكرر، وإنما نريد أن تكون زيجاتنا مثل علي وفاطمة سلام الله عليهما. الزواج غض البصر والنظر عن الهفوات من كلا الجانبين. أيها الحبيب، أنت لما تتزوج، أنت ما أنت ماخذ وحدة كاملة معصومة، وأنت أيضا أيتها الزوجة أيتها المرأة، أنت مو ماخذ واحد كامل ومعصوم، فيه نواقص، كل واحد مننا فيه نواقص، وتصدر منه الهفوات. أنا إذا جيت حطيت عيوني على كل ناقصة موجودة فيه، وحطيت عيوني على كل هفوة تصدر منه، ويصير السالفة أن كل واحد شلون يحسب على الثاني. لأن أنا ساعات ألجأ الطرف الثاني على أن أحسب عليه مثل ما أنا أحسب عليك، لا، وأنا أجي يصير كأنما الأمر كل واحد ماسك منظار مكبر على الثاني، يشوف متى بس يخطأ عشان يشير إلى خطأه. وهذا زواج، هذا لو يسمونه يعني حرب، كل واحد ينتظر الثاني متى يخطأ. أنت خل في بالك أن هذا الآخر اللي أنا ما أخذنا فيه نواقص، وإذا كان يسعى إلى إكمالها هذا شيء ممتاز. وخلي في بالش أن هذا الرجل الذي هو الآن متقدم إليش هذا فيه نواقص وتصدر منه الهفوات. وعلى هذا الأساس لما تصدر الهفوة وتصدر ويكون موجود في هذا الأمر ناقص فيه، لابد أن أنا أعذره، ولابد أن أنا أعذرها. وهذا اللي راح يخلي سفينة الزواج تمشي في بشكل يسير. أما إذا كل واحد نظر إلى الثاني وقعد يقول أنت ذيك اليوم سويتين كذا، وأنت من 5 سنوات سويت كذا، وأنت كذا، كل واحد يحسب على الثاني، وهذه بهي الطريقة يصير الزواج شقاء مو سعادة. وهذا اللي وصلني إلى آخر شيء أعرفه بالزواج، وهو الزواج سعادة تامة، سعادة مو فرح، سعادة. ليش؟ أيها الحبيب، أنت لما تريد تتزوج متزوج ليش؟ مو عشان تصير سعيد؟ في أحد يتزوج عشان يعيش المشاكل؟ أنا لما أتزوج لأني أريد أن أعيش سعيد، أريد أن أعيش في هذه العلاقة الجديدة مع هذه المرأة، مع هذا الرجل، أريد أن أعيش السعادة. وإذا كنت أريد أن أعيش السعادة فلابد أن أسعى إليها، فلابد أن أسعى إليها. شنو معنات هذا الكلام؟ أنت تعال واتفق مع زوجتك على أننا سوف نسعى إلى السعادة دائما. ليش؟ لأن هذا هو الهدف اللي تزوجنا لأجله، لكي نعيش سعداء مو عشان نصير أشقياء. وعليه كل شيء ينافي السعادة سوف نغض الطرف عنه، كل شيء ينافي السعادة بيننا أنا وزوجتي والزوج وزوجته سوف نغض الطرف عنه. إذا كان في شيء
يصدر منها أو شيء يصدر مني أو أمر موجود بيننا يخالف السعادة. إذا نظرنا إليه، إذا ركزنا عليه، راح تصير السعادة هي الضحية. أنتون الآن تعالوا قارنوا، شو تريد؟ تقعد تركز على هي المشكلة وأنتين وأنا وأنت وأنا وكذا، وتصير كلها مشاكل مشاكل، أو لا نعوف هي المشكلة ولا نلتفت إليها ونخليها تنحل ونعيش سعداء؟ شو تريد؟ نركز على المشكلة؟ ليش أقول هذا الكلام؟ هذا الكلام نابع من كثير من التجارب اللي لاحظتها. كثير من التجارب أقول إليهم أنتم ما تريدون تعيشون سعداء، وأخي أكيد نحن منه من يريد يعيش سعداء؟ زين يعني تغاضوا عن هذه المشكلة، تغاض عن هذا الأمر، تغاض عن هذا الأمر. تشوفه يقول لا ما أقدر أتغاضى عنه. زين عشنون عجل؟ شنو ما أقدر أتغاضى عنه أم بيعيش سعيد؟ شنو نصير هاي؟ إذا ما تغاضيت عنه سعادتك راح تروح، وأنت في النهاية هذه زوجتك، هذه زوجتك، وأنتين إذا ما تغاضيتين عنه السعادة راح تروح، وهذا زوجك. مو الأسلم عقلا أن إحنا نسعى إلى السعادة؟ مو الأسلم أنك أي شيء، أي شيء ينافي السعادة نبتعد عنه؟ هذا المطلوب، وبهي الطريقة راح يصير زواجنا سعيد. بهذه الطريقة زواجنا راح يصير سعيد. زين هذا الأمر متعلق بس باللي يريدون يتزوجون؟ لو حتى الآن أنا كمتزوج أسعى إلى ذلك، حتى وأنا الآن وأنا متزوج أستطيع أن أقيم هذا الاتفاق مع زوجتي، وراح أشوف أن كثير من الأشياء اللي كانت يعني تسبب المشاكل والخلافات بيني وبينها سيتم التغافل عنها، لأننا الهدف الأسمى مالنا أن نعيش سعداء. زين الآن أنت إحنا تكلمنا في البداية على أساس أنه اختيار واعي، قلنا الزواج اختيار واعي، وقلنا أنه موجود أساس للاختيار. فعلا موجود أو مو موجود عنكم كإسلاميين؟ نقول إحنا نعم موجود. شنو هذه المقاييس؟ وأنا أقول لكم أيها الأحبة، عندنا مقياسين أو ثلاثة. هذه المقاييس وخصوصا الأول، إذا ما موجود، هذا الكلام أوجهه إلى المقبلين على الزواج بالشكل الخاص، إذا ما موجود في الطرف الثاني خله وتركه عنك، روح دور واحد ثاني، دور واحدة ثانية، دوري واحد ثاني، لا تقبلين به. شنو هذا الشيء؟ التدين والالتزام. لما يجي الأحاديث في اختيار الزوجة، عليك بذات الدين تربط يداك، تنكح المرأة لمالها، لجمالها، لحسبها ونسبها ولدينها، عليك بذات الدين. دائما تخلي إلينا ركيزة أو مقياس أن تكون متدينة. وبنفس الطريقة في الزوج، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني نحن نشوف أن التدين مطلوب بشكل كبير في الزواج. نسأل ليش؟ لأن الدين إذا كان حاضر بين الزوجين راح تصير هذه الحياة حياة سعيدة، إذا نزع هذه الحياة راح تصير شقية، حتى وإن كانت في الصورة الخارجية كل مقومات السعادة الزوجية موجودة. يعني كانت هي جميلة، هو كان غني عندهم، إذا ماكو دين راح تصير الحياة تعيسة تعيسة وشقية. يروح واحد للإمام المجتبى سلام الله عليه، يقول له سيدي ومولاي، لدي بنت وكثر خطابها، أزوجها إلى من؟ قال زوجها إلى ذا الدين. زين ليش؟ يجاوب الإمام المجتبى سلام الله عليه، فيقول فإن هو أحبها أكرمها. إذا أحبها راح تعيش معاه أميرة، راح يكرمها، وإن لم يحبها لم يظلمها. إذا أحبها راح تعيش أميرة بين يديه، إذا ما أحبها ما راح يظلمها. زين ليش ما راح يظلمها؟ لأن دينه يمنعه، لأن دينه يمنعه.
زين واحد يجي أو واحدة تجي وتقول أن إحنا سألنا عنه واجب وقالوا متدين بس يوم خذيناه طلع مو متدين، أو واحد يقول أنا بعد سألت طلع قالوا متدينة بعدين يوم خذيته طلعت لا ما موجود تدين. إحنا اللي نطلبه أي دين أي تدين أي التزام اللي نقصده، إحنا اللي نقصده مو الصورة، اللي نقصده مو الصورة اللي نقصده الجوهر. يعني شنو؟ يعني أيها الأحبة إحنا لما نقول إلى الآخرين عليكم بالالتزام التزموا التدين، شنو معنات التزام؟ التزام يعني الدين حاكم على تصرفاتي، التزام يعني أن الدين حاكم على تصرفاتي. الإنسان اللي الدين حاكم على تصرفاته لما يتعامل مع الآخر راح يتعامل بمنطلق دينه بمنطلق تدينه، الدين حاكم على تصرفاته، ما راح ينطلق في تعامله مع الآخر على أساس انفعالاته. لما نطبق هذا الكلام على الزواج نشوف أن الرجل المتدين حينما تحصل بينه وبين زوجته خلاف، شو اللي يصير؟ يرجعون إلى الدين في حل هذا الخلاف، ودينه يمسكه من أن يضرها أو يأذيها أو. لكن الإنسان الغير متدين، الغير متدين الدين محاكم منه، أو المرأة غير المتدينة محاكم منها، ممكن أنها تقوم بكثير من الأمور خلاف الدين فتكون بذلك قد جرت إلى نفسها العقوبة الإلهية، وهم كذلك تكون قد خربت بيتها. وهم كذلك هو إذا ما كان متدين ممكن أن يأذيها يضربها. وإحنا نعرف أيها الأحبة أن هذا واجب شيء أتأذى منه. المرأة كائن ضعيف حتى وإن كان لسانها في بعض الأحيان متبري منها، بس كائن ضعيف، ما يصير أنت تجي تتقوى وتعرض عضلاتك على المرأة، ما يصير. الإمام المجتبى عليه السلام يقول من مد يدا لزوجته فكأنما مد يدا في النار، أنت قاعد تحط إيدك في النار. فهذه هذا الكيان الضعيف لابد أن تتعامل معه كما أمير المؤمنين يقول النساء قوارير، تتعامل معه مثل ما تتعامل مع القارورة خوف الكاسر. فإذا عندنا أول مقياس من مقاييس الاختيار أن يكون الطرفين على قدر كبير من التدين. فأنت أحرص على الدين، أحرص على التدين، أحرص على التدين. اثنين، أن يكون الطرفين على قدر كبير من الأخلاق. إحنا الدين مجموعة أمور تكلمنا فيها لما تكلمنا عن الإسلام، قلنا أنه أساس عقائد، بناء فقه، زينة أخلاق. وما يزين حلاوة الزوجين اللي يكون بينهم بين بعضهم الأخلاق، لما يتعامل معها يتعامل معها بخلقه وهي تتعامل معاه بأخلاقها. فإذا شنو الناتج؟ الناتج أن كثير من المشاكل راح تنتهي، 90% من المشاكل ما راح تكون موجودة، أنت وأتها في مهدها ما راح تكون موجودة، راح تصير مكانها يعني علاقة كلش جميلة، علاقة كلش جميلة. أنت لما إجي وتدخل لاحظ العلاقة الموجودة بين علي وفاطمة، شلون الجو الوردي اللي كانوا يعيشونه داخل بيتهم، شلون تعرفه؟ روح أقرأ حديث الكساء، حديث الكساء يبين إليك شلون كانوا يعيشون، شلون كان يعيش علي وفاطمة. ربوا هؤلاء الأولاد، يدخل الأول السلام عليك يا أمه، شترد الأم وعليك السلام يا ثمرة فؤادي يا قرة عيني. فاطمة لما تسمع هذا الكلام من أمير المؤمنين شنو بتقول لأولادها؟ موجود أخلاق، موجود أخلاق، وهذا هذه الأخلاق هي الأساس في التربية. ثلاثة، أن تقول لها ما تكره وما تحب، وما تحب أنت وما تحب هي وما تكره. ليش؟ لأن كثير من المشاكل
أساسها أنه سوى شيء أنا ما أحبه، أو هو سوى شيء أنا ما أنا هي ما تحبه. إحنا لو كنا نعرف الثاني بصورة كبيرة جدا راح أعرف شنو يحب شنو ما يحب شنو يكره، وعلى هذا الأساس راح أبتعد عن الأشياء اللي يكرهها وراح أسوي الأشياء اللي يحبها، وأنا هم كذلك راح أسوي الأشياء اللي تحبها وراح أبتعد عن الأشياء اللي هي تكرهها. طبعا واحد بيجي يقول إن هي ساعات تقول إنه لا تتكلم ويا النساء مطلقا، وأنا في شغلي لازم أتكلم ويا نساء، وأنا أقول إليك إحنا حاكم علينا الدين، لما يكون الدين موجود خب خلاص هاي الأمور أنا قاعد شنو أحب شنو أكره في الأمور النفسية مو في الأمور الحياتية، في الأمور النفسية والله أنا ما أحب ضوضاء ما أحب كذا ما أنا أعرف هذا الأمر فأحاول أن أنا أحققه إلى الزوج، وأنا أعرف أنها تحب هذا الأمر المعين وما تحب هذا الأمر المعين، فراح أحقق اللي تحبه اللي ما تحبه ما راح أحققه. بهي الطريقة أنا سديت الباب على على مشاكل كبيرة، وراحت بهي الطريقة تصير حياتك حياة سعيدة جدا جدا، حياتك الزوجية راح تكون سعيدة جدا. هذه الحياة الزوجية ممكن تصير طبق لحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسيدة خديجة، هذه الحياة طبق إلى حياة علي وفاطمة. تعال إلى هذا علي وفاطمة حياتهم شلون يوصفها أمير المؤمنين عليه السلام الصادق عليه السلام، يقول من سعادة المرء أن تكون له زوجة تسره إذا نظر إليها. هي سعادة المرء، ترجع من الشغل من الدوام ترجع تفتح الباب فتشوف هذه المرأة مبتسمة، تشوفها ولأنك بينك وبين هذه العلاقة الجميلة من الحب تأنس، ينشرح قلبك، تستأنس، فيروح كل الهم من قلبك. هذا ما كان بين علي وفاطمة. يقول أمير المؤمنين كلما نظرت إليها، يعني فاطمة، كلما نظرت إليها أذهبت الهم من قلبي، من أشوفها كل هم موجود في قلبي يروح، كل هم موجود في قلبي يروح. سعد الله قلبك يا أمير المؤمنين إذا كنت ترى فاطمة كل هم يروح من قلبك، لما رأيتها معصورة بين الجدار والباب كيف كان قلبك؟ لما رأيتها وقد أسقطت جنينها كيف كان قلبك؟ لما رأيتها والعبد يلوعها بصياته كيف كان قلبك؟ يا أمير المؤمنين حينما كانت مدنفة مريضة تسمع عناتها تسمع وناتها كيف كان قلبك؟ تقول الرواية يأتي لها أمير المؤمنين يجلس عند رأسها يسمعها تأون وتون يناديها ايش زايد عليك اليوم يا زهرة تلوجين بطلي ونينك ذاب قلبي لا توني يم الحسن بطل الونين وجاوبيني شوف يا أولادك بالبواك مذوبيني صاحت يا حيدر فرقوا بينك وبيني بوداعة الله مسافرة عنك يا أبو حسين من هالمراض ما تشوف يا حيدر سلامة زوج عقب عيني يا أبو حسين بأمام بس هالله الله عقب عيني بهاليتامى
سكن بواكيها ونشف دمعة العين واجمع اصحابك عقاب ماتي وجهزوني وطلعوا الجنازة بليل خفية ودفنوني واللي كسروا ضلعي وبالباب عصروني لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدين قالها الوصي الممدوح بالسبع المثاني انتي يا زهرة والنبي كنت وركان وهسا انهدى وهسا يم حسين انهدى ركني الثاني جدد علي الحزن يم حسن وحسين بنت ماءً أم ماءً حليلة من ويل لمن سن أذاها وظلمها نسألك اللهم وندعوك بحب الخلق إليك الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سهل مطالبنا اقضي حوائجنا شافي مرضانا ارحم شهداءنا لا سيما شهداء مسجد الإمام الصادق بالكويت ولا سيما صاحب هذا المجلس السيد إبراهيم السيد شبر وأم السيد حميد اللهم ارحمهم برحمتك وتغشهم بمغفرتك وأصعد بروحهم إليك وعندك نحتسبهم يا رب العالمين المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع اللهم تقبل منهم أعمالهم ولموتاهم وموت الحاضرين لا سيما المقصودين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.